طلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف بلقائكم في هذا البرنامج عن دروس اللغة العربية للصف الثامن. أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة. في هذه الحلقة سندرس معا نصا للقراءة والفهم، وهو الدرس الخامس من الكتاب المقرر، وعنوانه غرس الأشجار، وهو موضوع مهم جدا. سنقرأ النص ونشرح المفردات الجديدة، ثم سنوضح معاني العبارات باختصار أيضا. ولا تنسوا أن الهدف هو فهم النص فهما صحيحا. فالآن ركزوا معي جيدا فلنبدأ. الدرس الخامس، فهم المقروء، غرس الأشجار. الموضوع غرس الأشجار. أيها الطلاب، انظروا إلى هذه الصورة، ماذا ترون فيها؟ هؤلاء الأشخاص يغرسون الأشجار، وهذه هي الفقرة الأولى للنص، اقرؤوها. والآن نبدأ الشرح، استمعوا جيدا. في صباح يوم السبت الماضي وصل الأطفال الثلاثة طارق وسمية وحماد. الأطفال جمع طفل، إلى مزرعة جدهم مع أبيهم. مزرعة مكان تزرع فيه أشجار الفواكه والخضر كما ترون في هذه الصورة. فوجدوا جدهم في ناحية يغرس أشجارا. ناحية هنا بمعنى جانب، ويغرس أشجارا بمعنى ينبتها في الأرض كما تشاهدون في هذه الصورة. فأسرعوا نحوه وسلموا عليه، فقبلهم بحنان. بحنان بمعنى بحب. ثم بدأ الجد يحدثهم كعادته عن كرم الأرض. كرم الأرض هنا بمعنى أن الأرض تقدم كثيرا من الخير، وحبه لها، وأهمية غرس الأشجار. هذه العبارة، أهمية غرس الأشجار، بمعنى إنه مهم جدا ولها فوائد كثيرة. تعجب الأطفال من اجتهاده وقالوا، لماذا كل هذا التعب يا جد؟ الأشجار هنا كثيرة والفواكه مختلفة. الفواكه جمع فاكهة. ابتسم الجد. ابتسم الجد، انظروا إلى هذه الصورة، ماذا يفعل هذا الجد؟ فهو يبتسم. ابتسم الجد وقال، يا أولادي، أجدادنا غرسوا فأكلنا. أيها الطلاب، انظروا إلى هذه العبارة، أجدادنا غرسوا فأكلنا، فمعناها اجتهد أجدادنا في غرس الأشجار، ونحن استفدنا من فواكهها
وخضرها. فلنواصل ونحن نغرس لتأكلوا. هل فهمتم لماذا أتعب نفسي؟ فيا أيها الطلاب، قد انتهينا من الفقرة الأولى، والآن فلننتقل إلى الفقرة الثانية. ثم دعاهم الجد لمساعدته. لمساعدته بمعنى ليساعدوه على غرس الأشجار. ففرح الأولاد وأخذوا يعملون بجد. هذه العبارة بمعنى بدأوا يعملون بجهد. فأما طارق فقد بدأ ينبت الحبوب في الأرض مع جده. ينبت الحبوب، حبوب جمع حب. انظروا إلى هذه الصورة، هذه هي الحبوب، وهذا ينبت. فأما طارق فقد بدأ ينبت الحبوب في الأرض مع جده، وأما سمية فأسرعت تسقي الأشجار. تسقي الأشجار بمعنى ترويها كما ترون في هذه الصورة. وأما حماد فانطلق يحفر الحفر لزراعة أشجار أخرى. انطلق بمعنى أسرع أو ذهب بسرعة. يحفر الحفر، انظروا إلى هذه الصورة، هذه حفرة وجمعه حفر، وهذا الرجل يحفر الحفرة. والآن أعزائي فلننتقل إلى الفقرة الأخيرة. كان الجد من حين إلى آخر. هذه العبارة بمعنى من وقت إلى آخر. يشير إلى الأشجار. هذه إشارة، فيشير إلى الأشجار ويقول هذه أشجار منجو كما ترون في هذه الصورة، وتلك أشجار ليتشي أيضا كما تشاهدون، وهنا أشجار زيتون كما في هذه الصورة، وقرب الحوض شجرة جوافة كما ترون. بعد ساعتين أحس الجد، أحس بمعنى شعر، أي شعر الجد بأن أحفاده تعبوا من العمل. أحفاد جمع حفيد، وهو ولد الولد. فناداهم، فعل نادى بمعنى دعا، أي فدعاهم. يا أولادي يكفيكم اليوم، بارك الله فيكم. يكفيكم هنا بمعنى نتوقف هنا. بارك الله فيكم، سنعود الآن إلى البيت، وغدا إن شاء الله نغرس معا أشجارا أخرى. طلاب الأحبة،
قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أرجو أنكم استفدتم من الشرح وفهمتم النص فهما جيدا. يمكنكم أن تشاهدوا هذا الفيديو عدة مرات للمزيد من الفائدة. أراكم قريبا في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.